سورة الزمر آية 67، هتبقى آية 64 في العد المدني، آية 67 في الكوفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدروا الله حق قدره أي ما نزهوه حق التنزيه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يعني قدرته شاملة جامعة قادر على كل شيء. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يعني بقدرته سبحانه وتعالى عما يشركون. وقيل سبب نزول هذه الآية أن يهودي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله خلق الخلق فمن خلق الله، فنزلت هذه الآية. وقيل أن حبر من اليهود دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مخبرا عما قرأه في التوراة إن الله يضع الأرض على أصبع من أصابعه والسماوات على أصبع والخلق على أصبع والجبال على أصبع ويقول ويهزها كذا ويقول أنا القادر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لأن هذا ورد في التوراة على وفق ما جاء في القرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إلا أن اليهود جسموا وجعلوا الأصبع أصبع حقيقية واليد يد حقيقية، ولذا اليهود كانوا مجسمين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا منه كيف أنه فهم ما قرأه في التوراة على سورة تكسيم. ولكن الأولى أن ننزه الله، لأن أول الآية ما قدر له حق قدره، فإزاي من أولها ما قدر له حق قدره يعني ما نزه حق التنزيه ثم تنسب إلى الله الجوارح، والجوارح تدل على أنه مفتقر إلى الجارحة، تدل على الافتقار. لو اعتبرنا أن اليمين والقبضة هي جوارح معناه أنك جعلته مفتقرا إلى الجارحة. والله غني لا يحتاج لجوارح ولا هو أبعاض، لأن الجارحة بعض الإنسان، فإن كان جسما يحتاج لأبعاض ويحتاج للحيز، والله مستغني عن هذا، وبالتالي ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض سبحانه وتعالى، لأنه مستغني عن ذلك كله، لأنه ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. ما قدر الله حق قدره أي ما نزه حق تنزيه، حتى المنزه فتنزيه على قدره لا على قدر الله، يعني الله حتى فوق تنزيه المنزه سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. والصور كالبوق، قالوا كالبوق، والذي يلتقمه سيدنا إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور بأمر ربه. وهذا الصور ينفخ فيه نفخة يصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. قيل من شاء الله هم سيدنا جبريل وإسرافيل وميكائيل و عزرائيل ملك الموت، ثم يقبضهم الله ثم يقول أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ فلا يجد من يجيب إلا هو سبحانه، ثم يحييهم ويحيي إسرافيل مرة أخرى فينفخ النفخة الثانية. يبقى في نفخة صعق، فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. وقيل المستثنى هنا هم الشهداء. ثم نفخ فيه أخرى يعني النفخة الثانية
نفخة القيام وإيه والبعث والنشور، فإذا هم قيام ينظرون. وفي إيه؟ ففزع من في السماوات والأرض، في كمان آية، فهل نفخة الفزع هي نفس نفخة القيام ولا هي نفخة منفصلة؟ هل هي 3 نفخات، نفخة صعق ونفخة فزع ونفخة بعث؟ ذهب إلى ذلك بعض العلماء فقالوا إن هي 3 نفخات، وبعض العلماء قالوا نفخة الفزع هي نفخة البعث، هي نفخة واحدة. فإذا هم قيام أي من قبورهم ينظرون. تفضل يا سيدي. أي ينتظرون فصل الخطاب، يبقى ينظرون هنا يعني إيه؟ ينظرون ما حدث فيهم وينتظرون فصل الخطاب، يبقى ينظرون جاي من النظر ومن الانتظار. يلا يا سيدي. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها، وليس بالشمس بقى، لأن جمع الشمس والقمر، يبقى هتشرق بنور من الله مباشر بغير سبب، يبقى بنور ربها. النسبة هنا نسبة تشريفية، أي بنور بغير كوكب، مش محتاجة بقى إيه كوكب، ليه؟ لغياب الكواكب، مفيش شموس بقى خلاص. أي بنور ربها، أي بإيه؟ بتنوير ربها لها بغير سبب. وأشرقت الأرض أي أرض المحشر بنور ربها ووضع الكتاب، لأن أرض المحشر هي غير أرض اللي احنا عايشين فيها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ووضع الكتاب أي الكتاب الذي فيه أعمال العباد للحساب، وجيء بالنبيين والشهداء، وجيء بالنبيين والشهداء، بالنبيين قراءة نافع، وهيبقى فيها 3 البدل عند ورش، بالنبيين يمد حركتين، بالنبيين يمد 4، بالنبيين يمد 6، ده مين ورش يقراها كده. أما قالون فما عندوش مد بدل، يقراها بالنبيين بغير مد بدل. جيء وسيق وقيل، من أول القرآن لآخره فيها إشمام ضم عند هشام بن عامر، هشام عن ابن عامر يشمها ضم. جيء قيل سيقة، يقراها ازاي؟ جيء قيل سيقة، يبقى في ده مين؟ هشام عن ابن عامر يشم ايه ضمة في ال3 كلمات دي من اول المصحف لاخره بقى. جيء سيقة قيل، اما باقي القراء فبغير هشمام. واللي بيعمل كده مع هشام عن ابن عمرو الكسائي ورويس كذلك، ابن زكوان في سيقة بس يشم فيها. يبقى ووضع الكتاب أي للحساب، وجيء بالنبيين ليشهدوا على أممهم، والشهداء هي أمة النبي تكونوا شهداء على الناس، يبقى الشهداء هنا مين؟ اللي هي أمة النبي، النبيين وأمة النبي، لأن أمة النبي هتبقى شهيدة على سائر الأمم. يبقى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، وقضي بينهم يعني إيه؟ في الحساب، وهم لا يظلمون، واللام فخمة عند ورش، وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون بميم بصلة ميم الجمع عند أبو جعفر وابن كثير وعند قالون بخلف عنه، وهم لا يظلمون.
اتفضل ياسين. وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ووفيت كل نفس ما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فإما شر أو يعفى عنه. يعني في جانب المعصية في احتمال العفو، وفي احتمال العقوبة، وفي احتمال اللوم بلا عقوبة. في كل ده الاحتمالات دي موجودة. أما في الطاعة ففيها الوفاء والثواب والتضعيف، كل على قدر أدبه وإخلاصه مع مولاه عند فعل الطاعة. ووفيت كل نفس ما عملت، أي ثواب ما عملت، وهو أعلم بما يفعلون. وهو، والقراءة الثانية وهو أعلم بما يفعلون. تفضل يا سيدي. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. زمرا جمع زمرة، وهي جماعات متفرقة، كل جماعة تتفرق عن جماعة الأخرى، يبقى جماعات وجماعات وجماعات يسموهم زمرة. فالزمرة هي الجماعة، والزمر جمع زمرة. وسيق الذين كفروا، وسيق هنا دليل ان هم يقودهم مين؟ ملائكة العذاب اللي هم الزبانية. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، فتحت قراءة، فتحت فتحت، اللي يقول فتحت عاصم حمزة والكسائي ويعقوب، أما الباقي بالتشديد فتحت أبوابها بغير واو، فتحت أي لا تفتح حتى يأتوها، لا كالسجون، السجن ما يتفتحش قبل ما يجي النزيل، لأن جهنم مثيل السجن بالظبط، السجن بيفتحوه قبل ما يجي النزيل، طب ما هو اللي جوه يهرب، لا ده يفضل مقفول ويجي النزيل يقف أمامه صاغر مذلول لحد ما يفتحوه عشان يزقوا فيه. بخلاف بقى الجنة قال لك وفتحت، أي فتحت قبل أن يجيئوا وابتهاجا بهم واستعدادا لهم. يبقى في الجنة تقول وفتحت في السورة في الآية اللي بعدها، يعني وفتحت قبل مجيئهم استعدادا لهم. أما جهنم فتحت عند مجيئهم حتى يقفوا مذلولين أمامها حتى تفتح لهم. فهذا دليل على إيه؟ على الإهانة وعدم الاستعداد لقبولهم وعدم الترحيب بهم. انت ما بترحب بانسان جاي لك فرحان بيه، تفتح الباب بتاعك وموضبه يمكن قبل ما يدخل في الشارع نفسه، وموقف ناس كمان تستقبل، مش كده؟ لما يبقى انسان بتحبه جاي لك، لكن لما يبقى انسان كاره يجي تقفل البيبان وتقول للحراس لو جه قولوا له ما حدش هنا، فهمت ازاي؟ لان كرهه. فهنا الحكايه دي كلها جبتها منين؟ من فتحت وفتحت. هنا فتحت بغير واو، والثانيه في الجنه وفتحت، يعني وفتحت قبل مجيئهم، هنا فتحت بعد مجيئهم. وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، وخزنت جهنم اسمهم ايه؟ الزبانيه. وهم ملائكة خلقهم الله
لتعذيب لحراسة المعذبين والتعامل معهم بقسوة، فسماهم الزبانية، جنس من الملائكة ونوع من الملائكة. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، سؤال توبيخ، بيسألوهم توبيخا، يبقى الاستفهام هنا استفهام توبيخي. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، يتلون عليكم آيات ربكم، وفي آيات هيبقى ثلاثة البدل عند ورش، ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، بصلة ميم الجمع في الثلاث مواضع عند ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه. وينذرونكم، الراء رقيقة عند ورش، وينذرونكم تبقى رقيقة عند ورش، والباقي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى، ما هو ايه، اعترفوا بقى، اعترفوا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ايه هي كلمة العذاب؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هي دي كلمة العذاب اللي حقت عليهم، ان ربنا توعد ان يملأ جهنم بالكفار ويملأ الجنة بالمؤمنين. تفضل يا سيدي. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم، وأبواب جهنم سبعة، سبعة أبواب، لها سبعة أبواب. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أي مقيمين فيها إقامة دائمة، فبئس مثوى المتكبرين. فبئس إقامة المتكبر، يعني المثوى هو الإقامة. فبيس مثوى، بيس، فبيس بغير همز مع إبدالها ياء، فبيس قراءة ورش والسوسي وأبو جعفر، فبيس مثوى المتكبرين. فضل يا سيدي. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ده بقى المعادل ليهم، المقابل ليهم مين؟ أهل الجنة. يبقى بعد ما عرفنا حال أهل النار، إيه ذكر حال أهل الجنة؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات، حتى إذا جاءوها وفتحت، شوف بقى هنا، وفتحت في جهنم، قال ايه؟ جاءوها، فتحت بغير واو، هنا حتى اذا جاءوها وفتحت قبل مجيئهم ترحيبا بهم، فهم؟ وفتحت ابوابها، والقراءة التانية وفتحت بالتشديد، قراءة عاصم والكسائي وحمزة وكذا يعقوب، يعني عاصم والأخوان وكذا يعقوب الحضرمي يقولوا إيه؟ فتحت بالتخفيف، والباقي فتحت أبوابها، وأبواب الجنة إيه؟ ثمانية. يبقى أبواب النار سبعة، وداخل كل باب من أبواب الجنة الثمانية أبواب، يعني الباب نفسه باب كبير كده، وداخل هذا الباب الكبير أبواب كمان صغيرة، على قدر ايه؟ كل طاعة، كل طاعة من الطاعات ليها بابها، باب للصيام وباب للايه للصلاة وباب للصدقة وباب لرعاية الايتام وباب لصلة الارحام، وكل واحد يشتهر بطاعة معينة يدخل من بابها.
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. هنا قالوا لهم إيه؟ سلام عليكم، بقى ترحيبا لهم، التانيين للجهنم أهل جهنم توبيخا، يوبخوهم وهم داخلين كمان، إنما هنا يرحبوا بهم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم، يعني طبتم يعني ايه؟ يعني سلمتم من كل عيب، فادخلوها خالدين. نسأل الله ان نكون منهم ومعهم. تفضل يا سيدي. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا أي أهل الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. صدقنا وعده الذي قاله لنا في القرآن وفي الكتب المنزلة، وعد الطائعين بالجنة، فلما دخلوا الجنة أثنوا على الله بصدق وعده. صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة أي من أرضها حيث نشاء، نقيم فيها حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. يلا يا سيدي، يبقى نعمة تقابلها إيه؟ بئسة. يبقى نعمة للمدح وبئسة للذم. يلا يا سيدي. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وهؤلاء ملائكة مخصوصون خلقهم الله للتسبيح والتحميد، يحيطون بالعرش. وقضي بينهم بالحق أي بين الخلائق المكلفين، وقيل الحمد لله رب العالمين، فكان الختام كالبدء، البدء بالحمد والختام بالحمد. وقيل الحمد لله رب العالمين، ودي آية 72 وآخر السورة في العد الكوفي المدني، وآية 75 في العد الكوفي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل لمخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.